انا بحلم شوفه شيء هيك افتخر فيه. يعني انا قلبي حاسسني ستايلي رح يكون مشروع عبقري، رح يكون انسان مهم يفيد العالم يفيد البشريه. كان عم يتعلم وقتها من اليوتيوب، بما انه عنده ذاكره بصريه قويه صار الفيديو يحضره مرتين ثلاثه اذا حبه من اول مره. اذا حابب يتعلمه يعني بلش مرتين ثلاثه بيكون حفظهم. فوقتها هلا صار عنده لغات العالم، فبتلاقيه عم يحفظ حروف، عم يحفظ كلمات، عم يحفظ اي شيء بخص الحروف. هو عبقري ومشروع عبقري لقدام، يعني لقدام كثير، يعني لقدام كثير، مو بس هلا، يعني لانه حيضل باستمرار، شغله حيكون باستمرار، ما حيضل واقف عند هدول الاشياء. واساسا هو متلازمة الطفل الموهوب، بده يكون عنده ذاكره بصريه سريعه، انا عم بحكي عن الحاله بشكل عام، وبيكون عنده عده مهارات وعده ذكاءات. ما عم يلقى اي عنايه اكاديميه، عنايه يعني بصراحه، يعني احنا وضعنا ما عم بقدر اقدم له الشيء اللي بده اياه. يعني مثلا اي شيء يعني انا اقدر اساعده بالبيت ما عم بقدر، مثلا الواح، اقلام، شغلات هيك، عم بحكي عن الشغلات الماديه. اما من الشغلات الاكاديميه كمان العلم اللي هو طالبه انا ما بقدر اعطيه، هو بيعرف اكثر مني. وعنا يعني صعب اني انا هون حطه بمراكز رح يكون في الاطفال، يعني هو حاله خاصه. انا بحبك، انا بحبك حبيبي.